انا زي ما قلت ربنا اكرمني بحاجات كتير من يوم ما دخلت النادي، يمكن ما استحقش كل ده كل الكرم ده، ولكن الحمد لله رب العالمين. هنا انا ما فضلش بالنسبه لي غير حاجه واحده بس نفسي تتحقق ونفسي احققها مع زمايلي، ان اشوف النادي الاهلي بيلعب في استاده. ده امر مهم جدا بالنسبه لي وامل كبير جدا بالنسبه لنا. ساعتها بس هحس ان احنا كلنا، وانا بقول معايا بقى زمايلي اعضاء مجلس اداره واي واحد ارتبط اسمه باسم النادي الاهلي، اي واحد ارتبط اسمه بقى عنده اسم شهره، لان ده النادي الاهلي وده جمهور الاهلي. فكل زمايلي وانا اوله، احنا عندنا دعم كبير، واحنا يعني عندنا كمان مهمة كبيرة جدا ان احنا لازم ننقذها عشان جماهيرنا. لكن كل اسم مر جنب النادي الاهلي هو استفاد من النادي الاهلي، علشان كده النادي الاهلي من حقه علينا احنا كلنا نشتغل، حتى لو اشتغلنا بأزمنة وبوقات ودينا فكر ودينا رؤية ودينا، يعني بيقول مثلا ايمن وبيقول محمد كامل احنا فعلا التقينا في وانا بتعالج، وانا على فكرة طالع تاني لمين اللي جايين دولت. المهم احنا كلنا هنحس، وانا ساعتها بصراحة احس لو اتحقق حلمنا وشفنا او شفت، حتى لو كنت قعيد يعني شفت بس مجرد مباراة في النادي الاهلي في الاستاد الاهلي، ده بالنسبة لي احس ساعتها ان انا رديت جميل للنادي ورديت جميل للجماهير، وكمان شكرت الله سبحانه وتعالى على كل امر فيه توفيق ربنا اكرمنا بيه. الحمد لله رب العالمين. يا جماعة انا تاني بشكر كل الحضور، وبقول ان احنا عمرنا ما كنا قريبين من حلمنا زي النهاردة، عشان كده انا عايز اقول استادنا وهنبنيه سوا بإذن الله.